الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. الدرس 29 من كتاب المقدمة الأجرومية في علم النحو وفي القواعد العربية للشيخ محمد بن داود السنهاجي رحمه الله تعالى. باب مرفوعات الأسماء، هذا محله ومبحثه. هذا كان باب مرفوعات الأسماء، أسماء دي لقودة باب كي كهلا، هذا محله ومبحثه. باب مرفوعات الأسماء، أسماء دي لقودة باب كي كهلا، هذا محله ومبحثه. عشر كي سغالي اللباتني السغالات، كتابك المقدمة الأجرومية في علم النحو وفي القواعد العربية، وألف الشيخ محمد ابن داود السنهاجي رحمه الله تعالى. هنا قبل أبنا يا وهنا قبل أبنا يا عشر كي سغالي اللباتنات، باب مرفوعات الأسماء. halkan laga bilaabo ila kitaabka dhamaadkiisa waxaan laga hadli doonaa asma kaliya oo saddex nooc waliba asma gudan oo toddoba iyo sheekh asma kordhigan oo 15 u dhihi doon asma hoos dhigan oo kitaabku ku khatimi doono saddex halkan laga bilaabo ila kitaabka dhamaadkiisa waxa laga hadli doona baababka iman doono dhan asma umba laga hadli wax magac مثال كفعل وكدر من كراسي قام زيد لكن زيد كان لودن له مفعول كمركي اللي جو ضرب زيد عمرا عمرا تان لودن له مثال كفعل وسوق لكرا لكن حرفنا لقاها اللي مايو أفعال أو فعل لقاها اللي مايو أسماء بس قال كامحات كقرات نحو ذا معظم كيد يبضن كيد وأسماء إن أقسام الكلام صدح سوماي اسمي فعليه حرف حرف كشرط بقى حرف جاء لمعنى حرف كوركي سواء لقوبة وحالوين وكلمة دلت على معنى في غيره كلمة معنى كاتوسيس غيرك حوم كحرف كان وحالوينه والحروف كلها مبنية حروف ونوى مبني ما البالد يقول حرف وركي وانت الحرف لغة الظرف واصطلاحا كلمة دلت على معنى في غيرها وكلمة معنى كاتوسيس غير كده غير كل شيء واسم يفعل حروف ودن حوم كذا والحروف كلها مبنية من مالك وحوية الفية وكل حرف مستحق للبناء حرف ودن وحوم طيبنة ومبنى حرف يساق حق عصال أفعال ميا باب كان على قاها اللي هذا ينورد ما ذباوي الأفعال وصدح في الأفعال الثلاثة ماضي ومضارع وأمر نحو مرك حوق يذو محوية هي الأسماء أسماء أسماء ذي باللباسي أسماء معربة أسماء مبنية مهمد وأسماء أسماء معربة أسماء ذي باللباسي معربة هي مبنية واحد مهم كلكت وين اسم أصله ها وإعراب والأصل في الأسماء الإعراب إعراب أصل وأسماء حال كان مركب مرفوعات الأسماء لقب الله وإلى نماذج كتاب كأسماء مبالغة للدنيا بس أسماء جدا أسماء كرديا أسماء حصريا باب مرفوعات الأسماء أسماء ذي لجودا باب كي كان لا هذا محله ومبحث المرفوعات أسماء ذي لجودا هي سبعة وتضوي وهي تضبطها الفاعل فاعل وي فاعل كو الفاعل فاعل وي والمفعول مفعول وهي الذي مفعول كاس ولم يسمى الا مقعام فاعل نائب فاعل بلغوا نائب فاعل نظم الاجروميه انا وحكم مريدون ادو الى انه قدر مرفوع الاسماء سبعه ناتي بها معلومه الاسماء من تبويبها ولد اسماء لغدي وتضب لهد المرفوعات اسماء لغدي سبعه تضب وهي تضب الفاعل فاعلك والمفعول مفعول الذي مفعول كاس ولم يسمى الا مقعاب فاعل فاعل كيس سميه نايو فاعل بالغ نايو فاعل والمبتدا مبتدا لمبر وخبره يا خبر كيس باب هان هالباب
لكن لمبر هان مبتدانا ولمبر خبرنا ولمبر عفر با هالكا كويس واسمو كانا واخواتي اكانية ولا له اسمي قوض وشن هالكاس وخبروا ان واخواتها اني ولا له خبر قوض له وتابعو كي راعي للمرفوع ميد قدر تابع لانه يتبع ما قبله في الاعراب وها كور ريوم بورا عيسو حكم قوني اما قادن كلا العرب قوني وها كور ريا حكم كو قاتون بو قادن مركا وحي دهان التابع لا ينفرد بالحكم التابع لا يفرد بالحكم التابع راع لا ينفرد لما كليو بال بالحكم حكم قوني اما قادن يتبع ما قبله التابع لا ينفرد بالحكم سو مارد نينكا انتلدا كغوين باي دهان تابع واي غولين كاهين اوو دارين مطبوعين ااد نينكا مسؤولكا ان تابع لا ينفرد بالحكم حكم ما قادن تابع اسو وا راع هوغانكا نين لو هيو وا تابع كي راعي للمرفوع ميد غد وهو تابع اربعه اشياء شيالو افروي النعت صفه اي والعطف عطفك اي والتوكيد توكيدك اي والبدل بدلك مرفوعات الأسماء وتضبط أشياء ككوبات فاعله سيدا قام زيد كلمات مفعول الذي لم يسمى فاعله وكما لكن نائب فاعل بل نائب فاعل ونوي بعضه ضرب زيد زيد بعلى قرعة كصدحات إيا كأفراد مبتدية خبر وزيد قائم كشنات اسمه كان وأخواتها كانية ولا له اسمه وكان الله الله ذو وكان الله غفورا رحيما كان زيد قائما زيد تاسال رب وخبر إن وأخواتها إني ولا له خبر قول إن زيدا قائم إن الله غفور إن الله غفور رحيم وتابع كراع للمرفوع مدقدا وهو تابع أربعة أشياء شيال أفروي النعت صفة اسمي قهري منعوتك على صفين جاء زيد زيد بايم زيد كي العاقل عقل قبضنا والعطف عطف جاء زيد زيد بايمن إيه وعمر عمر با اسكو عطف ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم والليل ولقد أرسلنا واندره نوحا نبي النوح وإبراهيم إبراهيم نواندره بي الله سبحانه وتعالى والتوكيد واتكين توكيد لفظية توكيد معنوية مهمة ومعنوية جاء زيد بايمن عينه باتمت والبدل بدل اسم اسم لغا بدل قام زيد با استاغ اخوك ولالك با استاغ تضبضا ميد با قوني دي سوء كيني دوانا سوء قوني وقواعي له باب الفاعل فاعل كباب كيسي كي وغري مرفوعات الاسماء تضبضاها كي كواد باب الفاعل وحان كاها اللينا دور مسال تعريف قيحيد كو قيحيد هدي لو نهوى لغة وسط الاحن واد قرات لغة وسط الاحن وحان كلون كان لدونا حكمه حكم كيس واد قرأت الله أقسامه ما قوه قيب سماء صده أمثلة مثال لديس ها انت قوبا وانتاس باو الفاعل فاعل كباب كيس الفاعل فاعل هو فاعل الاسم وحديه مركة الفاعل لغة حق اللغة من أوجد الفعل ولا عدا فالك سمايس فالك أهيسيس من أوجد الفعل عدا فالك أهيسيسي عدا فالك سمايسي غالبا بعضي غالبا مركز فاعل كنو فالك سمايسي ما وحاتي مات زيد زيد وعد انت لما شام يساق يسوق الدراء يسوق يسوق أجشيش بعد ما أجشيش بعد ما فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون مرك فاعل وحال فاعل ورط وسمي من أوجد الفعل عند فلك السمي سوى غالبا غالبا وعرفتها سيدة مات زيد يا الاسكري باي ويا مرك هذا قام زيد زيد باي استاق يا ليمي زيد زيد وفاعل وكان استاج اسم أكل محمد محمد باعنا الطعام راشنك راشنك يعون يا محمد باعنا ضرب زيد زيد وحوق راعي
الحمار دميركي وقراعي بأتي مثلا ياوح قراعي زيد باقي فاعل مركوا السمية قراء وحو أغري علي علي القرآن قرآن روح وأغري ياوه علي محو سميين أقرن مركا الفاعل لغة هو من أوجد الفعل وعد فالك سميس غالبا سيدا بضا أوجد الفعل ذا صلق الله وصل إلى حنا ما ذكره المصنف شيخ النوشي الفاعل فاعل هو فاعل استلاح حق استلاح الاسم ومقع اسم مركي لي محابحي فعلي حرف ناندهو اسم مركي لي محابحي فعلي حرف المرفوع لقودا يوقودا مرفوع مركي لي محابحي منصوب يا مجرور منصوب يا مجرور المذكور لا شيء قبله ارتيس فعله فالكيس بالله شيء فعل كيس المذكور لا شيء قبله ارتيس وحال شيء وقار فعله فعل كيس على شيء محابحي مبتدية خبر بابح توصال مبتدية خبر واحد فعله وقار يمال زيد قائم زيد عظيم شاني الفاعل فاعل هو فاعل الاسم الاسم وما المرفوع لقذاي المذكور لا شيء قبل اورتيس فعل وفعل كيس ولا شيء الفاعل فاعل هو فاعل حاجة اصطلاحا الاسم وما المرفوع لقذاي المذكور لا شيء قبل اورتيس فعل وفعل كيس ولا شيء الاسم مركي لي وحاب فعلي حربادي المرفوع مركي لي منصوبية مجرور المذكور قبله فعل مركي لي مبتدية خبر الفاعل فاعل هو فاعل الاسم ومقع المرفوع لقذه المذكور لا شيء قبله ارتيس فعله فعل كيس لا شيء وهو فاعل على قسمين لا بقي بوت كركوض بو ظاهر من مقضي ومضمر من ضمير ظاهر ومضمر وين لا صعدتا ما تكفى في رهد ظاهر ومحات مضمر انه وصوص عزو ظاهر وحال الظاهر هو ما لا يحتاج الى قرينة وحكال ما ومبان مساعدة ومبان زيد زيد مركل زاد اياد اي ديلك وانين مجي عبال دي علي علي وانين مجي فاطمة وقبان مقعد كتاب كتاب مسجد مساجد ظاهر وحال هو ما لا يحتاج الى قرينة اشارة ومبانة تلمان ومبانة علامة ومبانة كلمة ومبانة واسمي قام موقذي بنان أول كاو زيد يا محمد يا فاطمي مسجد يا جمل يا جبل وها صور الأسماء ذا مضمر مياه سوى نصوص مرعيال بينا سوى قواعد قوني له وصوصة وهو فاعلك على قسمين اللي بقي بوت كوركوض بواضي ظاهر من مغضي ومضمر من ضمير فالظاهر ظاهر كي نحو قولك هذا الكاقي وحيلا مذوي مثال ذا نوطعي في رهد يوجدد وكلهين أتفهن تالر قام زيد زيد با استاغي ويقوم زيد زيد با استاغي دونا في رهضة لبدا مثال معركتا مركز توحا لبدا مثال بفاعل زيد لكن مر وحو فاعل ويها فعل ماضي مر وحو فاعل ويها فعل مضارع جدد اراد قرأتا لها او فعل امر فعل امر فاعل من نقوكر قوم استاغ بين نقوكر بوكت مرك إسكاج وحاد كلو ديه مثال كاكو بات فاعلك ومفرد مذكر ومفرد وهل روحو هادنا أهيه لب نين قام زيد فاعلك ومفرد بات وهل روح ومذكر ولب قام زيد زيد با استاغي ويقوم زيد زيد با استاغي دون يعرف خواصو الله ورينا فيريا وقام وحا استاغي الزيداني لبذي زيد ويقوم وحا يستاغي دونا الزيدان لبدي زيد يا فاعل مات زيدان محوية ومثنى مذكر بادي ولبا روح ولبا لبا نيو مرة وحو فاعل يا فعل ماضي مرة وحو فاعل يا فعل مضارع فاعل كنا مات ومثنى ولبا مثنى مذكر ولبا لبا او لبا وقام وحا يستاغي الزيدون الزيد يالك ويقوم وحي استاغدون الزيدون الزيديالك ما انت يا فاعل جمع مذكر سالم ورق مروح فاعل يا فعل ماضي مروح فاعل يا فعل مضارع
فاعلكم أمانت وجمع مذكر وسالم جمعنا وصدح يا كبر ولي برا جمع مذكر وسالم وجمع النبات قال رجع لبكة وقام وحايست الرجال رجي ويقوم وحايست دور الرجال رجي ما أنت يا فاعل الرجال وجمع تكسير ولي برا جمع تكسير مذكر وجمع تكسير لب جمع تكسير كي سو صدح جمع ما جرت السيد هذا جمع مذكر وسالم لبك وخاص كويه لاب كان وحا اصله كو لمركو ورق وحيا رب بدن ولا بعد لاب يا رق واكلي رق وقيب كم اذا لاب ديبي هذا وا لاب لكن ما نبا رق ما دهس مركه لاب كو وين اسك كل جف وقام الرجال مركه جمع وجمع لاب كلي اتوسي وجمع ذكرس جمع ندديك بس وتوسي جمع ما نصاني بال جمعنا مشترك بالوجه ولا وذا وجمع تكسير جمع تكسير كان رقو كيمان كرا دمر رقو كيمان كرا منا خاص معه منا خاص معه واي وقام وحايستاج الرجال رقي ويقوم وحايستاج دون الرجال رقي بعده في هذا هلك يا من تفاعله الرجال أو جمع تكسير أو جمع تكسير ولي من المذكر واللب لب يفاعل يهي مرنا فعل ماضي مرنا فعل مضارع انت رقبك ربح اللبك وقامت وحا استاق تهندون قبدي هنده وتقوم وحا استاق دون تهندون هنده يا فاعل ما انت هندون با فاعل ومفرد مؤنثة دي حال قبر مفرد مؤنثة حال روح ودي قولي مرة وحي فاعل وتافعل ماضي مرة وحي فاعل وتافعل مضارع وقام وحي استاغ الهنداني لبدي هند وتقوم وحي استاغ دون الهنداني لبدي هند ما انت يا فاعل هندان ومثنى مؤنث ولبا اوددغا مرة وحي فاعل ينفعل ماضي مرة وحي فاعل ينفعل مضارع وقام وحي استاغ الهندات هندوينك وتقوم وحي استاغ دون الهندات هندوينك ما انت يا فاعل هندات وجمع مع النصال وجمع الددق لأن نبات قال مروح يفاعل ينفعل ماضي مروح يفاعل ينفعل مضارع وقامت وحا استاغ الهنود هنديالك وهند با هنود لغو جمع ما وتقوم وحا استاغ دون الهنود هنديالك ما انت فير حد يا فاعل هنود وجمع تكسير ومؤنث وجمع تكسير الددق الددق مؤنث مروح فاعل يا فعل ماضي مروح فاعل يا فعل مضارع وقام وحايست اخوك ولالك ويقوم وحايست دون اخوك ولالك مات يا فاعل اخوك واسماء الخمس ولو غداي مروح فاعل يا فعل ماضي مروح فاعل يا فعل مضارع وقام وحايست غلامي ويلكي وقام وحايست غلامي اضونكي غلامك اضون وا نقدا ويلكنا وا نقدا فبشرناه بغلام حليم بالله نبي إبراهيم وحانوه بشارة نبي غلام أضون ميال دها ما هو ويل بغلام ويل لفظي غلام مركة ويل لوا كويمة ده أضون لوا كويمة اللغة أهان وقام وحا يستاهي غلامي ويل كي ويقوم وحا يستاهي دون غلامي ويل كي وقام وحا يستاهي غلامي أضون كي ويقوم وحا يستاهي دون غلامي أضون كي كان وحوك يعني يا كبر أروي مناسبة بوك محايت هيا وقام يا ما شاء الله جزاك الله خير وحقوقه كان إعراب كلابه النقون عيا لفظي التقديري سماه والتقديري تقدير وإن اسمي اللي قدر إعراب سو صدح معه اسم مقصور كو اسم يالف كوكب كي وتقدر عليه جميع الحركات جاء الفتى رأيت الفتى مرت بالفتى اسم منقوص اسم يأذي كوبك وحلو قدر جي ضم قد إيه حاصلك فضحان ويكم وقنجر تلخفتها جاء القاضي مرته بالقاضي رأيت القاضي إيه إيه اسمي المضاف إلى ياء المتكلم وللمناسبة اللي هو قدر جاء غلامي رأيت غلامي مرته بغلامي وحاك الله رواهل كان أتكبر أركتان لا فرق وحفرق ومد حيوكي ورت فاعلك حكمكي سمحيه ومرفوع بعده مرفوع نمدا اما ظاهرا هنقطه ام مقدره ظاهرا
أو مقدرة ظاهرة سيدة قام زيد مقدرة قام غلام وحان كلون فرق إلى حين مرفوع بحركة ظاهرة هالنقطة أما مرفوع بحركة مقدرة أما مرفوع بحرف أما حركة الوجود حركة موقتية من لقدر ميت كدول أما حرف الوجود قام الزيدان هذا محوك وجوده حرف وجوده يعرف قام الزيدون أنا حرف هو قام الرجال أنا حركة وضمة لا فرق وحاول الله مرفوع أما بضمة ظاهرة هنو أما بضمة مقدرة هنو أما بحرف الوجود لا فرق ساس مثال الذي أبدي مثال هذا ما يقوى يا هذا هو في السماخ عشما وقال كايدين عبر الجهاية أعطب سماء كوة كلنا ويسيجنا مولي فالظاهر ظاهر نحو قولك هذا الكاي يوحي لم إذا ويقام الزيد قام فعل ماض بعده مبني على الفتح لا محله من الإعراب زيد فاعل وقام مراد كأنه وهل كاسدي محل شاهد بيت القصيده مربض الفرس زيد فاعل قام زيد فاعل قام مرفوع علامة رفع ضمة ظاهرة في آخره ويقوم الواو حرف عطف يقوم فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناس والجازم وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره زيد فاعل يقوم زيد فاعل يقوم مرفوع وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره وقام الزيدان وقام الواو حرف عطف قام فعل ماضي مبني على الفتح لا محله من الإعراب الزيدان فاعل قام مرفوع وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضم لأنه مثنى والنون عوض عن التهوين في الاسم المفرد ويقوم الواو حرف عطف يقوم فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناس والجازم وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره الزيدان فاعل يقوم مرفوع وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضم لأنه مثنى والنون عوض عن التهوين في الاسم المفرد وقام الزيدون وقام الواو حرف عطف قام فعل ماضي مبني على الفتح لا محله من الإعراب الزيدون فاعل قام مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضم لأنه جمع مذكر وسالم والنون عوض عن التهوين في الاسم المفرد ويقوم الزيدون ويقوم الواو حرف عطف يقوم فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره الزيدون فاعل يقوم مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضم لأنه جمع مذكر وسالم والنون عوض عن التهوين في الاسم المفرد وقام الرجال وقام مهمدنا وفاعلك فاعلك ومراد كن محل شاهد بيت القصيد وقام الواو حرف عطف قام فعل ماضي مبني على الفتح لا محله من الإعراب الرجال فاعل قام الرجال فاعل قام مرفوع علامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره ويقوم الرجال ويقوم الواو حرف عطف يقوم فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره الرجال فاعل يقوم الرجال فاعل يقوم مرفوع علامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره وقام الهند وقام الواو حرف عطف قام فعل ماضي انت ميمك كوجوكتا تاذو كبجر قام فعل ماضي مبني على الفتح لا محله من الإعراب وتاو علامة التانيث هند فاعل قام بعد هند فاعل قام مرفوع علامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره وتقوم الواو حرف عطف تقوم فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناس والجازم علامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره هند فاعل تقوم مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره وقامت الهندان وقام الواو حرف عطف قام فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب الهندان فاعل قام بعدها الهندان فاعل قام مرفوع وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضم لأنه مثنى والنون عوض عن التهوين في الاسم المفرد وتقوم الواو حرف عطف تقوم فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره الهندان فاعل تقوم الهندان فاعل تقوم مرفوع وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضم لأنه مثنى والنون عوض عن التهوين في الاسم المفرد وقامت الهندات وقام الواو حرف عطف قام فعل ماضي مبني على الفتح لا محله من الإعراب وتاء علامة التانيث الهندات فاعل قام الهندات فاعل قام مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره وتقوم الواو حرف عطف تقوم فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره
الهندات فاعل تقوم. الهندات فاعل تقوم مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. وقامت الهنود وقام الواو حرف عطف قام فعل ماض مبني على رفعة اللام حله من الإعراب. والتاء علامة تأنيث قام. قام فعل ماض مبني على رفعة اللام حله من الإعراب. عفوا وكان كعلو. وقامت الهندات وقام الواو حرف عطف قام فعل ماض مبني على رفعة اللام محله من الإعراب. والتاء علامة تأنيث. الهندات فاعل قام مرفوع علامة رفع ضمة ظاهرة في آخره. وتقوم الهندات. وتقوم الواو حرف عطف تقوم فعل مضارع مرفوع علامة رفع ضمة ظاهرة في آخره. الهندات فاعل تقوم مرفوع وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره. وقامت الهنود وقام الواو حرف عطف قام فعل ماض مبني على رفعة اللام محله من الإعراب. والتاء علامة تأنيث. الهنود فاعل قام مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. وتقوم الهنود. وتقوم الواو حرف عطف تقوم فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. الهنود فاعل تقوم مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. وقام أخوك. وقام الواو حرف عطف قام فعل ماض مبني على الفتح لا محل من الإعراب. أخوك أخو فاعل أخو أنت وو كوجا أخو فاعل قام مرفوع وعلامة رفع الواو نيابة عن الضم لأنه من أسماء الخمس. أخو مضاف الكاف مضاف إليه من علفة في محل جر. ويقوم أخوك. ويقوم الواو حرف عطف يقوم فعل مضارع مرفوع وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخر. أخو فاعل يقوم مرفوع وعلامة رفع الواو نيابة عن الضم لأنه من أسماء الخمس. أخو مضاف الكاف مضاف إليه من علفة في محل جر. وقام غلامي. وقام الواو حرف عطف قام فعل ماضي من علفة لا محله من الإعراب. غلامي فاعل قام مرفوع وعلامة رفعي وفي إرشاد المقدرة دي وكان. وقام غلامي. وقام الواو حرف عطف قام فعل ماضي من علفة لا محله من الإعراب. غلامي فاعل قام. غلامي فاعل قام مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكل. على ما قبل ياء المتكل. غلامي فاعل قام مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم. منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة لأن الياء لا يناسب إلا كسر ما قبلها. غلام مضاف وياء المتكلم مضاف إليه من على السكون في محل جر. ويقوم غلامي. ويقوم الواو حرف ويقوم الواو حرف عطف يقوم فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. غلامي فاعل يقوم مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم. منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة لأن الياء لا يناسب إلا كسر ما قبلها. غلام مضاف وياء المتكلم مضاف إليه مبني على السكون في محل جر. وما أشبه ذلك يا وحاوي شبه. والله سبحانه وتعالى أعلم. أحكم بالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.